مرتده طولها قوي حمدي، طولها قوي، ولكن وصلت الكره. حسام يلعب الكره، موسى ديوارا انطلاقه موجوده، دي خطيره 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 مره تاني. اوه التعادل، التعادل للبنك الاهلي في الوقت القاتل من الشوط الاول، الدقائق الاخيره، الثواني الاخيره، يسجل موسى ديوارا، واستغلال الهجمات المرتده يعود البنك الاهلي في المباراه، يعود ويسجل الهدف الاول. خروج خاطئ من حارس المرمى، يقدر ان هو يسجل من خلاله موسى ديوارا. قلت لك ممكن يعود البنك الاهلي، يسجل في شوط جيد جدا، ولكن كانت سهله، كانت سهله، كان ممكن يطلعها الحقيقه لاعبي شبان هنا. 1-1، شوف الكره اللي فاتت في الشباك. مباراة الحقيقة في الشوط الأول ممتع، مباراة جميلة، خدع فيها حارس المرمى موسى ديوارا.